الدنيا اللي مفيش فيها كره وغل، الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل. الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها، والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض. نتحككش بأي ظروف ونعيش من غير إحساس الخوف، مع عالم واحد كل الناس بتعيش جواه. World Youth Forum من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 في شرم الشيخ، منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.